بالوقت العالم كله عايش بحرب، بالوقت الكل واحد منا معرض للخطر، إجا دورك تحارب. تحارب لتحمي أهلك وشعبك. سلاحك هالمرة هو وعيك، هو قعدتك بالبيت. المواجهة صعبة، واجبنا نحمي صحتنا وصحة أهلنا ومجتمعنا. قوتنا قوة كل شخص، وكل شخص منا هو أهم واحد. الهدف من قعدتك بالبيت هو احتواء المرض. أنا صرت مسؤوليتك وأنت صرت مسؤوليتي. في قرار مجلس الوزراء عشانك وعشان عائلتك وعشان العالم. راسي والله. بتفوت أنت بيجي واحد فيك بيسلم عليك، لاقط شيء بتنعدي أنت وياه بتطلع بتعدي عائلتك. ما فيك تفتح من بيتك لو صرت. أمنك هو أمني وحمايتك أولويتي. نحنا كرمالك مكملين وكرمالنا. التزموا وخليكن ببيوتكن.